ولسه مكملين معاكم فقرتنا، ومعانا كابتن أنوش فاروق خبيرة التجميل، وهنتكلم عن أنواع الصبغة والشعر وتجهيز الشعر قبل الصبغة. أحب أشكر ضيفتنا اللي منورانا كابتن حبيبتي أنوش فاروق اهلا ولك يا عمر، ميرسي على منورانا خير. خبيرة كابتن نوش، مادام بقى جبنا سيرة التجميل والشعر والميك اب لازم تبقي معانا. اكيد ميرسي يا عمر، منورانا طبعا. ده نور حضرتك. احنا قلنا النهارده هنتكلم بقى عن التخصص اكتر في الشعر وصبغه الشعر والالوان وكده، بس انا دلوقتي لو انا رايحه عايزه اصبغ شعري اجهزه ازاي؟ يعني ايه اللي انا اعمله قبل ما اروح اصبغ شعري؟ اجهزه ازاي؟ هو تجهيز الشعر مش بيطلب منك حاجه غير ان انت بس بتسيبي شعرك يعني 3 4 ايام ما بتغسلهوش قبل ما تروحي تعملي صبغه. ده اللي مطلوب منك، علشان خاطر احنا لما بنيجي نحط الصبغه كلها حاجات كيماوي وكده، فالمفروض ان انت لما بنيجي نحط بقى الصبغه على شعرك وهو في نسبه الزيت بتاعته، الزيوت اللي هي بتفرزها المسام اصلا بتاعت الشعر، فدي بتحافظ على الشعريه من الاكسجين من الامونيا. دي كده اول بقى غلطه، يعني في ناس تقول لك ايه اغسلي شعرك، انت داخله دلوقتي هتصبغي شعرك، لا طب لا، روحي اغسليه وتعالي. الصح بتاع الصبغه ان انت بتسيبي شعرك اصلا بيبقى فيه نسبة زيت، الزيت ده هي اللي بيحفظ الشعر من الأمونيا والأكسجين اللي بيبقى موجود أصلا في عشان فيما الصبغة بعد ما يحصلش تقصف بقى بالظبط، والمشاكل دي. تبقى حاجة مغلفة للشعروي. تيجي تشتغل الصبغة بتبقى في حاجة حامية الشعر من تحت. طب قولنا بقى، في ناس كتير بتخاف من تفتيح الشعر اللي هو سحب اللون. سحب اللون ده بيبقى متوقف طبعا على الكيميكال اللي احنا بنشتغل بيها، زائد اصلا كمان يعني الصنايعي اللي هو واقف شغال، كوافير اللي هو واقف شغال لازم يبقى عينه دايما على الشعريه، وفي شعر لازم ان احنا بنعمل له تيست، زي مثلا الحاجات اللي هي بتبقى شعريه واخده مثلا احمر بقالها سنين، 6 سنين او 7 سنين بتصبغ احمر او اسود او حنه، ده لازم يتعمل له تيست قبل ما بتبداي معاكي الصبغه. بعد كده اصلا انت حتى وانت حاطه عليه ماده التفتيح لازم تفضلي متابعاها طول الوقت، ما ينفعش ان انا احط ماده التفتيح واسيبها، لازم ان انا اسيبها وقت بحيث ان هي اعرف اتابع معاها وتبقى عيني عليها طول الوقت، ما اسيبهاش. لا، تفتيح لازم يبقى طول الوقت ايدي معي وعيني عليه. طب احنا لسه بادئين سنه جديده من ايام، فاكيد كل سنه بيبقى لها بقى اي الوان وانت بخير يا بعض. الالوان، ايه بقى الالوان اللي بتطلب منك دلوقتي؟ يعني كل الألوان المطلوب دلوقتي كله فواتح، كل البلونديات الفواتح البلوند مطلوبه، والأشقر كل الاشقرات بلونديات، كل الفواتح عامه دلوقتي طالع موضه، الرمادي البلوند، كل الدرجات الفواتح هي اللي مطلوبه. تسجلونا بقى خلاص، الوان الصبغه. الاسود خلاص، كل الالوان اللي هي دلوقتي لا لا، كله دلوقتي اغلبيه الالوان كل اللي بتيجي تطلب مني فواتح، بلوند زيتوني، كله فواتح، يعني اي حاجه بتطلبها العميله اللي بتجيلي بتبقى فاتحه. طب لو جات لك عميله وطالبه لون معين ومصممه عليه وانت شايفه ان هو مش هيبقى حلو مع بشرتها او مش هيبقى مناسب، لا اكيد طبعا احنا قبل ما بنبدا تمام، قبل ما بنبدا اصلا ان احنا نشتغل بشوف ايه اللي بيليق مع لون عينها، مع لون بشرتها، اللون برضو اللي تقدر الشعرايه تستحمله، ما جهدهوش. يعني ممكن في عميله ممكن تجيلي شعرها مثلا بقالها فتره بتعمله احمر او اسود، او الشعرايه نفسها مجهده، تمام، عشان انا ادي لها التفتيح او الغسيل اللي انا بعمله عشان يدي اللون بتاعنا. صعب ان انا يعني انا بشوف ممكن هقول لك مثلا لا احنا هناخد مثلا اللون تدريجي، يعني ممكن نفتح، ممكن نغسل الاحمر او الاسود بس تدريجي. يعني ممكن مثلا الشهر ده نعمل حاجه، شهرين كمان نبدا ندي مثلا زيوت، حمامات، كريم، وبعدها بفتره نبدا نفتح شويه تاني وهكذا. ممكن في خلال 5 شهور او 6 شهور بنجيب اللون، تاخد اللون عشان ما تجيش شعرها، يعني ما تجيش مره واحده من اقصى اليمين من كده لكده، لا صعب. وفي شعريه ممكن تستحمل معاكي للنهايه. وفي حاجة تانية برضو ان انت لازم تختاري لون شعرك، اللون اللي انت هتعملي تبقى حاجة ماشية مع بشرتك، مع عينيكي، مع لون عينيك. لون العين ولون البشرة هما اللي بيقدروا يحكموا الدرجة اللي جاية العميلة بتطلبها مني. صح، عشان تيجي في الاخر تركيبة شكلها بالزبط حلوة تمام. طب قولي لنا بقى ايه الفرق بين اللايت واللو لايت؟ اللايت ده بيبقى حاجة اللون بتاعه بيبقى واضح قوي، يعني الالوان اللي هي الفاتحة، لكن اللو لايت ده بتبقى حاجه يعني خفيفه خالص، مثلا ممكن مثلا هي اصلا بتبقى عامله اللون الصبغه بتاعها غامق، بنعمل حاجه يعني مثلا افتح مثلا درجه او درجتين، ده اسمه لو لايت. لكن اللايت ده معروف ان هو لايت، حاجه فاتحه، اللون بيبقى باين، يعني لازم الخصلات بتاعته تبقى واضحه من الشعر، لون ظاهر يعني. اللو لايت ده بتبقى حاجه لو لايت، يعني حاجه
اخف من اللايت بكتير. سم حاجه تاتش خفيفه، تاتش خفيف خالص. يعني ممكن يكون فارق مثلا على لون شعرها اصلا درجه درجتين ثلاثه، مش اكتر من كده. عايزه تبان طبيعيه. حاجه لو لايت. طب مع البلوندات بقى والاشقرات وكده، في الوان مترقعه كده بتطلب منك يعني البيربل، الازرق، الحاجات دي بتطلب فعلا ولا في في ناس فعلا بتطلب؟ الالوان المليانه عملها كده. ممكن تطلب منك لون موف، لون اللي هو الاصفر، الحاجات الازرق، الحاجات البيربل، كل الدرجات اللي هي بتبقى مستحب ان هي تعمل مثلا مش اكتر من ثلاث خصل، خصلتين ثلاثه، بتبقى حاجه كده في جنب واحد، بتبقى مجرد حاجه كده يعني ايه، تكسر اللون. لذيذه كده، حاجه لايت كده خفيفه. تمام. قولوا لنا بقى ايه الفرق بين الرنساج والصبغه، يعني ايه الفرق بين الصبغه والرنساج؟ مختلفين عن بعض زي موضوع اللايت واللو لايت. احنا جايبين النهارده كل المصطلحات. تمام. اللايت يعني الرنساج ده بيبقى حاجه عباره عن شامبو، يعني انت مثلا صبغتي وعملتي اللون الفاتح بتاعك، بنعمل حاجه بعد ما بفتح، انا بعمل حاجه اسمها رنساج. الرنساج ده اصلا ممكن يقعد معاكي مثلا شهرين، ثلاثه، اربع شهور ماكسيموم، اربع شهور، ومع الغسيل وكده بينزل منك. فبتروحي تاني للكوافير بيبدا ان هو يعمل لك الرنساج ده، حتى في السعر بتاعه بيبقى اقل من الصبغه. لكن الصبغه دي طبعا حاجه بتحطيها بتقعد مثلا عشان خطوات ساعه او ساعه الا. تمام. من ساعه يعني من نص ساعه او ساعه الا. طب انهي بيثبت اكتر؟ الصبغه. الصبغه بتثبت. الصبغه أكتر لا، الرنساج طبيعي معروف ان هو بينزل مع الغسيل. ايوه. احنا كان معانا صور للصبغه، يعني يا ريت تجهزوها لنا كده في الاعداد. كان معانا صور. طب ايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك مثلا، يعني عميله تكون راحت عند حد وعملت صبغه في شعرها، ايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك؟ اكتر المشاكل اللي بتجيلي اللي هو التفتيح بيكون، يعني اللي هو الناس كتيره جدا بتيجي تعاني من موضوع التفتيح. شعرايا بتبقى جايه ضيعه. انا مره جات لي، انا كنت مسافره في شغل بره، فكان عميله عندي، فهي ما بترضاش تخلي حد يصبغ لها غيري. فطبعا راحت لحد تاني صبغ لها، هي كانت مضطريه ان هي لازم، كان عندها مناسبه ولازم تعمل صبغه. راحت لحد وهي كانت طالبه لون في المناسبه دي لازم يتعمل. فطبعا جايه لي شعرها كله متدمر، كله متقطع. متدمر تمام. الصور معانا على الشاشه. دي بقى ايه؟ دي ايه؟ دي درجه من البنيات. هو انا مش شايفاها كويس. لو ممكن الشاشة. دي صبغه بني. درجه بني اكتر. لا برضو. لا طيب مش مظبوطه. طب عملتي معايا ايه يا كابتن؟ مش جايه كويس. طب حولوا لنا الصور كده، ورونا بقيه الصور. قولي لي عملتي معاها ايه بقى؟ دي زيتوني. دي اللون الزيتوني ده بيطلب كتير جدا. اللي كان قبليه بني غامق، وده اتعمل عليه درجه زيتوني. تمام. ده بيتطلب تفتيح قبل في اللايت، بس هو في خصلات خفيفه بس دي اللي احنا فتحناها. والصوره دي ايه؟ وده اشقر. اشقر ومعمول معاه دبلايت بلوند. تمام. ودي ده بلوند كله. اللون ده طالع موضه قوي. اللون ده طالع ده قبل. ده طبعا كانت واخده احمر. ايه ده احمر يعني ووصل كده احمر. طب ده بعد ده احمر وطلعنا البلوند. ده طلع مره واحده. والشعريه ما شاء الله يعني زي ما هي استجابت. ايوه. ودي كانت قبل برضو بني غامق، وكانت عامله تحت لون اشقر هو نزل مع الوقت. في صوره تانية بقى اكيد لقبل. دي درجه زيتوني هي برضو كانت طالباها العميله. اللي هي كان شعر بني. ايوه. ده فتحنا برضو جبنا الدرجه دي. تمام. طيب نرجع بقى لاسئلتنا تاني. بس طبعا انا العملاء عندي يعني ما ينفعش. حاولت ان احنا نقص على قد ما نقدر عشان ما حدش يزعل. ايوه. طيب قولي لنا بقى نعتني ازاي بشعرنا بعد الصبغه؟ الاعتناء بالصبغه حمامات كريم. هو في العادي اصلا ان انت لازم تعملي حمام كريم كل اسبوع. بلاش ان احنا نعمل في شعرنا اللي هو نغسله ونكفته ونسيبه كده، لا. نحاول ان احنا حمام كريم كل اسبوع مع سيروم. في سيروم بيبقى حاجات ماتيريال كويسه نظيفه بنستخدمها بعد الغسول، بعد ما بتغسلي شعرك بتحطي عليه، وكل اسبوع تعملي له حمام كريم.
بس كده يعني كده. طب السشوار والبيبي ليس يعني عادي؟ لا عادي. اه في ناس متعوده ان هي بتعمل كل اسبوع السشوار والبيبي ليس مش بيأثر. طب لون الصبغه طريقه الشغل او الميك اب او السشوار هم درجه الحراره بتاعتهم هي اللي بتأذي الشعريه. اه لما بتبقى عاليه زياده، لما بتبقى عاليه زياده عن اللزوم. لكن احنا بنتحكم في درجه الحراره بتاعت الاستشوار او بتاعت المكوى، بنحافظ في نفس الوقت على اللون. لو هي عامله مثلا الوان فاتحه عشان الرنساج برده ما ينزلش معاها مع الحراره بسرعه، ما يفتحش معاها بسرعه، فبنهدي درجه الحراره وفي نفس الوقت انت بتحافظي على الشعريه. تمام. طب لون الصبغه زي اللي احنا شفناهم دول كده بيستمر يعني بيقعد قد ايه تقريبا؟ لا هو بس انا قلت لك الحاجات اللي هي اه على حسب. في مثلا زي الرمادي، الرمادي ده لازم كل 4 شهور بتعملي له رنساج. درجه الرمادي دي كل 4 شهور بتعملي لها رنساج. بتتلب كتير الرمادي؟ الرمادي هو كله دلوقتي اصلا طالع في الرماديات. كله دلوقتي طالع في الرماديات. تمام. طب قولي لنا بقى بالنسبه للصبغه، لو حد عامل لون مثلا قوي يعني لون جامد قوي، ممكن ان انا اغيره بلون تاني؟ درجات ولا فتحة؟ مش هينفع؟ اه درجات فاتحه. اه الدرجات الفاتحه دي بتقدري تتحكمي فيها. انت مشكلتك في حاجه واحده في الصبغه، هو الاحمر والاسود. الاحمر والاسود والحنه هي اكبر مشكله ان احنا بنقابلها لما بنيجي نعمل اي لون. اي لون انت قدامك بني، اي لون انت بتشتغلي فيه بلوند اشقر، اي درجه انت بتشتغلي فيها بتديلك درجه اللون بسرعه. ومش بتبقى ما بتهلكش كمان الشعرايه. هو اللي بيتعبك اكتر حاجه الاحمر الاسود الحنه. طب البروتين يعني لو انا عامله بروتين اقدر اعمل صبغه؟ لا على طول ولا برضه؟ لا يعني يفضل ان هو يكون بعدها. بعدها بمده؟ لا لو في نفس لو في نفس اليوم اوكي يعني. لكن انت لو عامله بروتين وجيتي مثلا بعدها مثلا بشهر لا تستني شويه عشان لانه بيأثر اكيد. لان يعني انت اصلا عملتي ماده مغلفه الشعرايه لوقت يعني ل9 شهور مثلا او 10 شهور. لما تيجي تحطي عليها صبغه، الصبغه فيها امونيا واكسجين، الاكسجين والامونيا بيأثروا على الشعرايه، فبالتالي ان هم يأثروا لك اصلا على الماده، على الماده اللي هي محطوطه اللي هي اصلا مغلفه الشعرايه. تمام. احب اقول لك فقرتنا خلاص انتهت، بس قبل برضو ما ننهي الفقره احنا في كده حاجات ايجابيه بنحب ان احنا يعني نسلط عليها الضوء. في كده صفحه على الفيسبوك انا شفتها عجبتني، لبان نوته اسمها سمر، بتعمل شغل هاند ميد بالخرز. الشغل ده عجبني جدا. قبل ما ننهي الفقره عايزه كده اسيبكم مع الصور، فيا ريت تطلعوا لنا الصور. هي عامله حاجات كتير حلوه، عامله شنط بالخرز، عامله مقالم بالخرز، ميداليات بالخرز، عامله حاجات شغل جميل جدا، اعمال فنيه. وفيما بعد ممكن بيبقى يعني شغل، يعني بيبقى باب رزق ليها مش مجرد هوايه بس. تمام. بس يعني يبقى شغل ليكي كمان. هي كانت عاملاها هوايه وبعد كده قلبت معاها تقريبا الموضوع. الناس بقت تطلب منها، يعني لما بقت تعرض منها تعرض الحاجات دي على الفيس يعني لقيت الناس في اقبال عليها. لا جميل شغلها. يعني الصور جميله. وفي نهايه الفقره احب اشكر كابتن انوش فاروق، واوعدينا بقى ان انت تجي لنا حلقات ثانيه لان في كلام كتير قوي يعني مواضيع الشعر والتجميل والبشره ما بتخلصش اكيد. ان شاء الله تبقى معانا في حلقه قريب مع بعض اكيد مكملين باذن الله. نورتينا كابتن انوش فاروق، نورتينا. ميرسي يا حبيبتي دانويك. اعزائي المشاهدين استنونا في الفقره الجايه.